السلام الله عليكم. تعازينا 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 لأهالي تم الرصد وكل ولايات الوطن. نعم، في حادث مميت اليوم فجر اليوم، واللي يعني توفى 34، ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي يرحم إن شاء الله، وربي إن شاء الله نحسبهم من الشهداء، لأنهم وفاتهم كانت عن طريق الحريق. بالنسبة للجرحى ربي شافيهم إن شاء الله، اللي كانت 12 أو 11، وهذه بعض الأسماء وبعض يعني هذه القائمة الإسمية لهؤلاء الذين توفوا، وأيضا المصابين والجرحى اللي تعرضوا في هذا الحادث. فتعازينا الخالصة لأهالي تمرست وكل يعني الناس هذو اللي رم توفوا، وهذو ربي يرحمهم إن شاء الله، وربي يصبر الأهل نتاعهم، قدر الله ما شاء فعل. صراحة فاجعة كبيرة 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 اللي صارت اليوم. الله يلطف بينا وخلاص، والله ربي يلطف بينا كما راكم تشاهدوا في هذا الفيديو وهذه الصور. الله يلطف بينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو منكم الدعاء لهم، واكتب شيء تؤجر عليه. السلام عليكم.